دايما قناة الأهلي هي الشريان اللي بال شركاء صناعة الأبطال في النادي الأهلي سواء في الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية. الحقيقة أنا سعيد جدا النهاردة أن أنا أكون على قدر يعني عضويتي المجلس إدارة النادي الأهلي أن أنا أبقى نلت شرف أن أنا أكرم شباب واعد بنحاول نثقله لحصد بطولات وميداليات، مش تشرف النادي الأهلي بس، بتشرف مصر وأكيد بتشرف كل الأجيال اللي جاية بإذن الله. أنا لازم بخلاف الأبطال وأجهزتهم التدريبية والفنية، أنا بشوف قد إيه معاناة الأسرة، وإن هما يعني في بعض الأحيان بنشوف أولياء الأمور مع أبنائهم في أوقات الفجر والبالليل والسفر والمشقة. الحقيقة أن أنا بجاء ما فيش جاحد يقدر ينكر دور أولياء الأمور في رسالة رياضة أولادهم، لأن الرياضة دي أنت عارف حرك لها هدف وفكر بيبعد شبابنا عن حاجات كتير قد تؤذيهم وقد تغير من مسيرتهم. وأنا لو ما كنتش أشكر أولياء أمور أبقى رجل غير جدير بأن أنا أكون ضمن منظومة نادي بقدر النادي الأهلي. اسم النادي الأهلي مع كامل احترامي للأجيال اللي بتتواصل وبتحاول تعمل على نفس المنهج، إنما الانتماء للنادي الأهلي ليه دور كبير قوي في صناعة الأبطال، لأن أي شاب أو أي ناشئ جديد بيجي بيبقى عارف اللي قبليه عملوا إيه، وهي الحقيقة فترات بتسلم بعضها وشخوص بتسلم بعضها، لكن يبقى الهدف واحد والاسم واحد. وعاوز هنا أقرر بالنيابة عن نفسي أو أصالة عن نفسي أن النادي الأهلي اسمه أعطى الجميع، والنادي الأهلي مش عاوز أكتر من أن اسمه الناس تتعامل معاه بقدر هو ما أعطى للآخرين. لما نيجي نقول أن النادي الأهلي كان أول نادي في تاريخ مصر يكون له لايحة قبل اللجان الأولمبية وقبل الاتحادات وأول نادي عمل لايحة، فلابد أن أي حد يتعامل مع النادي الأهلي كقدر الكبير. النادي الأهلي منشأ الرياضة وزعيم الرياضة، بصفته نادي بيفخر ان هو لعبته الشعبيه الاولى كره القدم الاكثر حصولا على بطولات، ونادي القرن ونادي الشرق الاقوى في الشرق الاوسط والمنطقه العربيه، فبالتالي شيء منطقي وشيء مقبول انه يتقال على بيت الرياضه الكبير. رموز كتير في النادي الاهلي كانوا بيتقلدوا مناصب وبيبقوا في المنصب الرسمي او السياسي او ايا كان، وفي نفس الوقت عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكانوا بيتقلدوا مناصب وزاريه ومناصب عسكريه ورتب، مما لا شك فيه ان انا استشعر ده من وجودي في اي مكان. انت عارف حضرتك ان بعد الازمات اللي حصلت في الفتره الاخيره يعني الظهور الاعلامي وظهور المناسبات تراجع شويه، لكن انا الحقيقه بلمس ده كعضو مجلس اداره في النادي الاهلي ان وجود اي من منسوب النادي الاهلي الرسميين في اي مكان بيضيف للمكان هيبه وقوه، وبنعامل على قدر هذا الكيان اللي قضى 110 سنه بتاريخ ورقي وقيم. متأكد ان احنا كمجلس ادارة كادارة النادي الاهلي يعني عشان لا ابخس حقا الاجهزة الفنية والاجهزة الادارية ان احنا كلنا بنعمل ده ووفرنا كل ما يؤهل لده الحصول على بطولة افريقيا اللي هو الحلم الاصلي او الحلم المطلوب لجماهيره وعشاقه ومنتميه، وتبقى توفيق ربنا ويبقى المجهود اللي احنا او الاخلاص او الروح اللي احنا بنأمل ومتأكدين اللاعبين هيخوضوا بيها ما تبقى من فعاليات البطولة الافريقية. انا بشكركم وبهني ابطالنا وبتمنى
النادي الأهلي اللي أنا أفخر إن أنا أنتمي ليه. كل توفيق ونجاح ومزيد من البطولات على الألعاب الفردية والألعاب الجماعية.